كوبار هو أكبر تاجر مخدرات عرفه التاريخ. كولومبي الأصل ولد عام 1949 لمزارع كولومبي فقير. عندما بلغ 35 عاماً أصبح من أغنى رجال العالم، فقد كان ملك الكوكايين والهيروين في كولومبيا، وكان المصدر الأول للمخدرات في العالم. فبحلول أواخر الثمانينات كان يورد 80% من الكوكايين في العالم. كانت مصانع إسكوبار تصدر طنين من المخدرات كل يوم إلى الولايات المتحدة فقط، وقد تم تصنيفه كسابع أغنى رجل في العالم بثروة تقدر ب30 مليار دولار بين عامي 1987 حتى عام 1993، وقد بلغت ثروته التي لم يكن يستطيع أن يودعها في البنوك إلى حد أنه كان يشتري المطاط بما قيمته 250 دولارا شهريا فقط لربط المال الخاص. وقد بلغ دخله الأسبوعي من تجارة المخدرات حوالي 420 مليون دولار، وذات مرة أحرق مليوني دولار لتدفئة ابنته التي كانت تشعر بالبرد. كان لهذا الرجل دولته الخاصة التي كونها ولم تستطع الحكومة الكولومبية مواجهتها قط، وحينما حاولت ذلك كانت النتيجة مقتل 3 مرشحين للرئاسة ووزير العدل والنائب العام و200 قاض وأكثر من 1000 شرطي وعشرات الصحفيين. وعندما فهمت الحكومة الكولومبية أخيراً أنها لا يمكنها مواجهة هذا الوحش، عقدت اتفاقية معه حتى يسمح لهم بسجنه، ولكن في سجن مرفه يشرف على بنائه بنفسه وبجانبه فيلا خاصة بعائلته، وداخل السجن ملعب لكرة القدم، كما ستكون حراسة السجن من رجاله، مع عدم وجود أي سلطة للحكومة الكولومبية حول السجن لمسافة 3 أميال، كما ويمكنه إدارة أعماله واستقبال الزوار في أي وقت. وافق الرئيس الكولومبي على هذه الشروط متصوراً أنه بذلك يمكنه الحد من نشاطه الإجرامي. رغم توحش إسكوبار إلا أنه كان بطلاً شعبياً لقبه الفقراء بروبن هود، فقد أطعم الفقراء في بلاده ومنحهم المساكن والمدارس ومستشفيات وحدائق عامة، ودعم الأندية الرياضية خاصة في كرة القدم لحبه الشديد لهذه اللعبة التي ظل يمارسها حتى وفاته. أما عن حياته الشخصية فقد قضى حياته في مزرعة مؤلفة من 3000 فدان، وفي داخل المزرعة حديقة حيوانات ومطار خاص به وملعب كرة قدم. الغريب أنه كان والدا صالحا للغاية، يحفز ابنه دائما بالمضي قدما في دروسه والبعد عن المخدرات، لدرجة أنه كان يهدد معاونيه بعدم تدخين حتى القنب أمام ابنه. وبالفعل لم يعش الابن كما كان والده، بل أصبح مهندساً معمارياً ومؤلفاً لعدة كتب عن أبيه يخصص دخلها لضحايا كولومبيا، وذلك تكفيراً عن خطايا والده. كانت نهاية إسكوبار في عمر 44 من عمره عام 1993 بعد 16 شهراً من المطاردات قادتها الجيش والشرطة الكولومبية والمخابرات الأمريكية، مات خلالها 147 شرطياً، وقتل 127 مدني، وأصيب نحو 600 شخص. وعند موته سيطر الحزن على مدينته، وحضر جنازته الآلاف من المدنيين يهتفون له لكرمه وحبه لفقراء المدينة. وحتى الآن ما زال إسكوبار في مدينته ميدلين رمزا كبيرا، وصوره ما زالت تملأ المدينة والمحال التجارية، ويرتدي الشباب قمصان عليها صوره، كما كتبت عنه قصصا ومسلسلات وأفلام كثيرة تخليدا لأسطورته. لقد كان حقا أخطر رجل في العالم.